أطلقت وزارة البيئة مبادرة لتنظيف شرم الشيخ برا وبحرا من المواد البلاستيكية، وذلك في إطار استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر المناخ COP27. تأتي المبادرة في إطار حملة الحد من استهلاك الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام بشرم الشيخ لتجنب أثارها على التنوع البيولوجي في البحر الأحمر. في إطار استعدادات مصر لاستضافة قمة المناخ COP27، جاءت زيارة وزيرة البيئة الميدانية لمتابعة أعمال حملة الحد من استهلاك الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام بمحمية رأس محمد. بنتكلم على مشاركة فعلية للشباب والأطفال في عملية الحد من استخدام أكياس بلاستيك، التنظيف من المخلفات، تنظيف قاع البحر، وكل ده مهم استعدادا لمؤتمر المناخ، استعدادا ليس فقط داخل مدينة شرم الشيخ لتحويلها مدينة خضراء بمشاركة كافة الفئات المختلفة، ولكن لأن هناك تأثير مهم جدا لتغير المناخ على الشعاب المرجانية على الحياة بالنسبة لنا، وهناك تأثير للغازات اللي بتطلع من الحرق المكشوف للأكياس البلاستيكية التي لا تتحلل. الحملة شاملة كل المحميات، بدأنا في محمية نبق وجينا محمية رأس محمد، والمفروض الشباب دول شباب متطوعين من مدينة شرم الشيخ، في الحملة وفي غير أوقات الحملة هم بيقوموا بحملات تنظيف على السواحل وداخل محميات وخارجها. احنا النهاردة بالاشتراك مع محمية جنوب سيناء جايين هنا بس محمد عشان خاطر ننظف المحمية هنا من أي بلاستيك، أي حاجات بلاستيك، بحيث الكائنات الحية تبقى عايشة براحتها. احنا شباب مقيمين هنا في شرم الشيخ، وكأننا نعمل كلين اب داي، عشان هو البلاستيك بيدي خطر على البيئة، بيتحلل تقريبا في 400 سنة تقريبا يعني. فاحنا جينا عشان احنا بنحب المدينة بتاعتنا والمكان بتاعنا، فاحنا جينا عشان نعمل كلين اب ونحافظ على المدينة. وفي إطار العمل على دمج الشباب وفئات المجتمع المختلفة بالعمل البيئي، شهدت الزيارة مؤتمرا صحفيا للإعلان مدينة شرم الشيخ بدون أكياس بلاستيكية. نحن من الجمعيات الأهلية نبتدي في توزيع 10,000 كيس من أكياس القماش على مختلف المواطنين على المحلات، بحيث ان هم نستبدل الأكياس البلاستيكية، كل واحد يبقى معاه شنطة قماش يقدر ينزل ان هو يعرف ان هو يستخدمها. لكن ده كان مهم انه يرتبط بعمل يقوموا بيه ومشاركة من الشباب والشابات، عشان كده عملنا 3 حملات نظافة، كان في 2 منهم موجودين النهاردة، كنا في رأس محمد بنشتغل على البر وتجميع المخلفات والأكياس البلاستيكية. الكلام ده كله ساعد وأسهم في ان احنا نعلن مدينة شرم الشيخ النهاردة انها خالية من الأكياس البلاستيك الأحادية. في الحقيقة يعني مش بقول كده بس، انا بوعدها برضو ان دهب ايضا هتمشي هتحسوا حزو شرم الشيخ. الحملة دي بدأت من حوالي 8 أسابيع، شهرين. كان الهدف الرئيسي فيها هو دعم سياسة منع الأكياس البلاستيكية وحدية الاستخدام في شرم الشيخ. ده بيجي في ضوء التحضيرات لمؤتمر المناخ COP27، وفي نفس الوقت ده ضمن إنجازات وزارة البيئة مع المحافظة في جعل مدينة شرم الشيخ مدينة خضراء تزامنا مع عقد مؤتمر. الحملة تهدف إلى منع استخدام الأكياس البلاستيكية كوسيلة للحد من التأثيرات السلبية لها وتجنب آثارها الشديدة على التنوع البيولوجي في شواطئ البحر الأحمر، وضمان استعداد السوق لتنفيذ هذه السياسة.